حزب جبهة التحرير الوطني يرشح إذا رسميا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة. جاء ذلك على لسان الأمين العام للحزب عمار سعيداني في كلمة ألقاها في القاعة البيضاوية بمركب محمد بوضياف في الملتقى الوطني للحزب. لقد رشح حزب جبهة التحرير الوطني المجاهد ابنه الفذ الذي شرب من لبن جبهة التحرير الوطني لعهدة جديدة، ولا ترشيح لغيره، ولا ترشيح لغيره، ولا مرشح غيره. عمار سعيداني أكد على أن المحاولات التي يقوم بها خصومه لن تؤثر على الحزب ولا على قرار ترشيحه من الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة. هناك من يريد أن يفسد هذا العرس، لكن هيهات، الرئيس مترشح والرئيس هو رئيس الحزب ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعهدة رابعة، لعهدة رابعة، لعهدة رابعة. هذا وكان حضور الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بالخادم قد لفت انتباه المتابعين، وأكد بالخادم في اتصال هاتفي سابق بتلفزيون النهار أنه يساند ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة. لا 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 رسالة ولا شيء، هذا نشاط حزبي، بالتالي حضرت كأي واحد من المناضلين. ثم أنا مع ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى، المهم هو أن يبقى الإنسان المرتبط بنشاط حزبه، هذا هو المهم. هذا ليس جديد على حزب جبهة التحرير الوطني، من أكثر من سنتين الحزب ساند الرئيس في كل العهدات. هذا وكان عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني مصطفى معزوزي أكد أن الملتقى الذي نظمه ألا فلان يأتي من أجل التعبير عن مساندة الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة، وكذا مطالبته بتعديل الدستور قبل استدعاء الهيئة الناخبة. والله لقاء حاسم، لقاء تاريخي، لقاء تاع المناضلين، لقاء تاع المنتخبين، وأهم من لقاءات واضحة هو دعوة الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة جديدة، ودعوة الرئيس للتعديل بتعديل الدستور في الدستور حتى نضمن توازن السلطات وأداء الأغلبية دورها. هذه هي تقريبا الآن تشوف الحماس، حماس كبير اللي راه موجود عبر المناضلين وعبر المنتخبين وعبر النواب وعبر أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المكتب السياسي. فهذا اللقاء يعتبر لقاء صلة بين القاعدة والقيادة المركزية. وفي ذات السياق أكد عبد القادر زحاف أن هذا الملتقى هو تتويج للملتقيات التي نظمتها جبهة التحرير الوطني عبر عديد ولايات الوطن، كما يشكل دعما كبيرا وواضحا للسلطة. هذا اللقاء تتويج اللقاءات التي نظمت من قبل، اللقاءات الجوية التي نظمت بولاية باتنا وولاية بن عباس، وإن شاء الله سيد الأمين العام سيتكلم إلى عدة نقاط تتعلق بالموضوع الساعة، منها الانتخابات الرئاسية، ومنها كذلك تعديل الدستور، كذلك بالنسبة لمن هو مرشح حزب التحرير الوطني الذي تم الفصل به هو السيد عبد العزيز بوتفليقة. يتكلم على الانتخابات الرئاسيه، ويتكلم كذلك على مستقبل، كذلك هذا يعتبر دعم كبير للقياده، يعتبر القياده الشرعيه المنتخبه من طرف اللجنه المركزيه. سياسيا دائما، وحيث التقى بالمركزي الدولي للشباب استوى لمجموعه من الاحزاب السياسيه على غرار مجموعه العشرين واحزاب القطب الوطني وتشكيلات سياسيه اخرى لترتيب ارضيه توافق في صفوف المعارضة. يأتي هذا اللقاء أشهر قبل موعد اختيار الرئيس الجزائري القادم. مصطفى نتوسي. فحوى هذا اللقاء اليوم ترتيب الأرضية للانتخابات القادمة. المعارضة لديها هذه المرة مطالب، يعني سقف مطالب مرتفع، طبعا سيتضح فيما بعد في البيان الذي سيلقى عليكم أننا
نحاول أن نكون مساهمين إيجابيين في الإعداد لمستقبل الجزائر ما دام هذا النظام يعني أسدل ستار من التعتيم ومن سيسبنس على العملية الانتخابية. في الحقيقة لازلنا متفقون على نقاط معينة ربما هي تذهب في وحدة المعارضة قبل المطالبة بهذه النقاط، وبالتالي هي تصب جميعها في برنامج الرئاسيات المقبلة. وبالتالي نحن بهذه اللقاءات نحاول أن نستثمر ما اجتمعنا عليه سابقا بإعادة التكتلات من جديد وإحيائها ونضجها، لعل النظام يسمعنا. وتحاول هذه المجموعة حسبها المساهمة في الإعداد لانتخابات هادئة شفافة ونزيهة. احنا مطالبنا الواضحة هي مطالب أربعة. المطلب الأول تم استنفاذه قانونيا، وهو تعديل الدستور الذي يستحيل اليوم أن يتم تعديله نظرا للزمن الذي انتهى بالنسبة إليه. المطلب الثاني هو أن القانون الانتخابات السائد حاليا لا يمكن في ظله أن يعني نحقق انتخابات شفافة ونزيهة. الحاجة الثالثة نطالب بلجنة أو هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وتنظيمها. والحاجة الرابعة هو أننا في ظل هذه الحكومة يعني المخيطة على المقاس كما نقولوا بالدرجة تاعنا، يستحيل في ظل هذه الحكومة اللي وضع الرجال تاع المفاتيح في لي بوست كلي، يستحيل أننا نقدر نديروا انتخابات نزيهة وشفافة، لأن هؤلاء الناس متعودين على التزوير، متعودين على أن الانتخابات لا يتم الاستماع فيها للشعب الذي هو صاحب السيادة وصاحب القرار، وإنما تفبرك على مستوى الإدارة. ونحن هذا نرفضه ونطالب بتغيير حكومي عاجل مباشرة بعد استدعاء الهيئة الانتخابية. لقي شاب تونسي يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه الليلة الماضية في اشتباكات مسلحة بين قوات عسكرية تونسية وأفراد مسلحين ببندقيات صيد في محاولة للهجوم على معبر حدودي تونسي بين تونس والجزائر، كما أصيب ضابط أقول الجمارك بجروح خطيرة، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي. تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار زناتة في تلمسان من توقيف امرأة مغتربة متلبسة بإدخال مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية مقدر ب 3400 أورو، تبين بعد التحقيق أنه غير مصرح به، لتحال المغتربة والمبلغ على شرطة الرمش لمواصلة التحريات في القضية. دعا رئيس جمعية جزائر الخير عيسى بالأخضر المجتمع الجزائري إلى ضرورة إعادة بعث القيم التي جاء بها خير الأنام عليه الصلاة والسلام وتركها الكثيرون. جاء هذا على هامش أسبوع القيم في ذكرى مولد هادي الأمم صلى الله عليه وسلم الذي تنظمه الجمعية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. محمد سعداوي ووردة أقشيش رصد لنا هذه التصريحات. هو ظاهرة الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تنتقل أولا من الترف إلى الأفعال. هناك بعض الناس تترأ بالاحتفالات بترف الطعام، ترف الأشياء، ترف الهدايا، ترف الأمور. سيدنا رسول الله منعنا عن الترف صلى الله عليه وسلم، فنحن يجب أن نرتقي ونستغل هذه الفرصة للاجتماع الأسري، نرفع قيمة الأسرة ونعلم أولادنا وأبناؤنا عن في جلسة بسيطة يتولى الأب أو الأم شرح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة مواتية لأن نراجع أنفسنا ونحاول أن نذكر الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ممارسته مع الصغير أو الكبير أو الشيخ أو العالم أو الأمي إلى غير ذلك. وبخصوص الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، دعا بعض الأساتذة والعلماء إلى إحياء هذه المناسبة العظيمة بحلقات الذكر والدعوة لسنن المصطفى بما يتلائم والرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا هذه السنة
مناسبة المولد مناسبة لإبراز القيم، إبراز القيم لأن القيم فيه زلزال في سلم القيم، لأن في القيم فيه ضعف يمسها زلزال في بلادنا. بحاجة نحن أن نجمع الأساتذة، نجمع علماء النفس، علماء الاجتماع، أساتذة الشريعة، المختصين، المهتمين، الهيئات، الجمعيات يلتقون في هذا اليوم من أجل أن نناقش هذا الموضوع، نناقشه بأهمية، نناقشه بأولوية، لأن قضايا كثيرة تناقش في الوطن ولكن قضية القيم تبقى أم القضايا.